اهلا بيكم في فيديو جديد. الاسبوع ده حصل فيه حاجات غريبه جدا، منها المشاكل اللي حصلت لابل بسبب اخر ابديت واللي المفروض نشوفه على يوم الاثنين اللي هو الاي او اس 16.2، المشاكل اللي حصلت ما بينهم وما بين الاف اي والموبايل بتاع تكنو الجديد اللي هو الفانتوم اكس 2 اللي جايب كاميرات شكلها غريب جدا، تقريبا واخده كل حجم الموبايل، وكمان الشرائح الالكترونيه الجديده اللي ابل هتعتمد عليها في مصنع اريزونا الجديد، والبطاريات الصوديوم الجديده اللي اكتشفها فريق من جامعه سيدني اللي هتبقى اكبر 4 مرات في الكباسيتي او السعه بتاعتها من البطاريات الليثيوم اللي كلنا بنستخدمها في اجهزتنا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للشانل وخلينا ندخل في الفيديو على طول. خلينا نبتدي بالجهاز اللي قدامك دوت. الجهاز دوت من شركه تكنو. شركه تكنو على فكره مش مشهوره بره، ولكن الغريب انه الجهاز دوت سمع في امريكا تقريبا كلها وكمان في اوروبا عشان شكل الكاميرات الغريب اللي قدامك تقريبا نص الموبايل، تقريبا ما فيش غير جزء بسيط ناحيه اليمين وناحيه الشمال، وكمان اللينس او العدسه بتاعه الكاميرا بتتحرك بتطلع وبتخرج. الكلام ده على فكره كله ممكن تعتقد ان هو هيديك كواليتي رهيبه لان ارقام الموبايل وسعه البطاريه بتاعته 5000 ملي امبير ومش عارف ايه وكلام كبير جدا، ولكن على ارض الواقع مش حاسس قوي انه الصور والفيديوهات اللي بتطلع منه مبهره زي عامل التصميم اللي هو عامله. التصميم بتاعه جريء جدا ولكن انا شايفه مش حلو اطلاقا. قولوا لي رايكم برضه عن الموضوع دوت في الكومنتات. خلينا نتكلم بقى عن شركه تي اس ام سي والمشاكل بتاعه اشباه الموصلات اللي تقريبا انتوا سمعتوا عنها، لانه هتفتح مصنع تاني في امريكا ودوت هيوصل استثماراتها ل 40 مليار دولار. اشباه الموصلات ديت بتدخل في الموبايلات وبتدخل في العربيات وبتدخل في الشرائح الالكترونيه بشكل عام، يعني تقريبا كل الاجهزه الالكترونيه بتستخدمها، وكان في مشاكل كبير في نقصها في السنه اللي احنا فيها والسنه اللي قبلها. المصنع كمان اللي بنتكلم عليه واللي هيكون في ولايه اريزونا، رئيس شركه ابل صرح انه هيبقى مصدر اساسي للشرائح الالكترونيه اللي موجوده في اجهزه الايفون واجهزه الايباد واجهزه الماك بوك، واللي هتوصل تقنيه التصنيع بتاعها ل 3 نانو متر و 4 نانو متر. الحقيقه خطوه مهمه جدا عشان الشرائح دي تبقى متوفره، لانه حصل ان اسعار الاجهزه زادت جدا وغليت ونقصت بسبب قله اشباه الموصلات او قله الشرائح الالكترونيه اللي بتستخدمها الاجهزه دي. نروح بقى لاهم حاجه في الفيديو وهو تحديث ابل القادم الاي او اس 16.2 اللي ابل عملت فيه خطوه جريئه جدا سببت لها مشاكل كتير وناس كتير قوي برضو سقفت لها واشادت الخطوه اللي هي عملتها، وهي ببساطه end to end encryption او تشفير كامل لكل البيانات اللي انت بترفعها على الاي كلاود بتاعك، سواء صور او حتى الشات بتاع الواتساب او اي حاجه بتعمل لها باك اب من الايفون بتاعك. مفيش حد غيرك يقدر يوصل للحاجه ديت، لا ابل ولا الاف بي اي ولا اي حد. كلام ممكن تشكك فيه طبعا، ولكن الضجه اللي عملها القرار دوت كبيره جدا، لانه ابل نفسها ما بقاش عليها سيطره او حتى امكانيه ان هي توصل للبيانات ديت. البيانات دي بتوصلها من خلال الجهاز بتاعك فقط او الجهاز الموثوق او اللي انت عامله تراستد ان هو يشوف البيانات ديت، ودوت خلى الاف بي اي صرح بشكل علني انه قلقان من الخطوه ديت، لانه زي ما بتدي المستخدمين الحريه في حفظ بياناتهم بامان تام بتخلي الدنيا صعبه شويه ان هم يتجسسوا ويوصلوا للبيانات بتاعتك لو انت في مشكله ممكن تسببها بعد كده او بيعملوا تحريات عنك. في نقطه مهمه كمان لازم تكون عارفها بخصوص الابديت دوت، عشان تستخدم الميزه بتاعت الاند تو اند انكريبشن ديت او التشفير الكامل لازم تكون مشترك في الاي كلاود بلس، وديت خدمه مدفوعه تقريبا ب 5 دولار في الشهر. الموضوع بنسبة كبيرة مش هيبقى موجود في كل الدول، لأنه في دول هتمنع الموضوع دوت، بس بنسبة كبيرة هيبقى موجود في أمريكا وبعض دول أوروبا. ما تنساش تكتب لي رأيك في الكومنتات، هل هيبقى متاح في الدول العربية ولا لأ؟ تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو وأشوفكم في فيديو جديد.